يحب الجلوس على الطرقات، ونجد الناس مجامع يجلس ويتكلم فيها، يتحدث بعضهم مع بعض. هذه عادة موجودة، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها: لا تجلسوا على الطرقات. الصحابة الكرام قالوا: إن هذه المجالس لا بد لنا منها، نلتقي فيها يحدث بعضنا بعضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ضيق عليهم لرحمته بالأمة، ولكن أمرهم أن يعطوا الطريق حقه. ما هو حق الطريق؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العلماء قالوا: هذا يندرج تحته أمور كثيرة. الجلوس في الشرفات، شرفة البيت أو البلكون، أو الاطلاع على الجيران، أو الجلوس في الطرق العامة، الذي يجلس فينظر على الذي يأتي والذي يذهب، وبالذات إذا كان هناك نساء ولا يجوز النظر إليهن، أو أن يكون الإنسان قد جاء بأغراض لبيته فيتحدث الناس بماذا جاء إلى بيته وبماذا يحمل وماذا يحمل، حديث الناس بعضهم عن بعض، هذا الأمر قد يكون فيه أذى وحرج. لذلك هذه عادة قبيحة نهى عنها عليه الصلاة والسلام. لكن لما قالوا: يا رسول الله، لنا عذر، لا يرى بعضنا بعضا إلا في هذه المجالس، لا بد لنا منها، ما لنا منها بد نتحدث فيها، ما ضيق عليها. وهذا هنا يأتي حكمة المشرع وحكمة الداعي المربي، لا يضيق على الناس عادة، ولكن يضبط هذه العادة بضابط الشريعة، فما حرمها وما نهاهم عنها، ولكن أمرهم أن يعطوها حقا. ما حق الطريق؟ غض البصر. النظر إلى الحرام يزرع في القلب شهوة، كل نظرة حرام تخرب القلب، لأن القلب جهاز الاستقبال، إذا جهاز الاستقبال فيه فساد لا أستطيع أن أتلقى. الإنسان لا يتلقى الأوامر والنواهي فقط بالأذن، ولكن يتلقاها بقلبه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قد يعطيك الإنسان الأذن ولكن قلبه ميت، أو قلبه غافل، أو قلبه نائم. ما الذي يتأثر بالموعظة بالكلمة الطيبة؟ القلب قبل الأذن، فمن فتح مسامع قلبه وتأثر القلب استقام الإنسان على أوامر الله. لذلك الكثير من الناس المنافقين يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: سمعنا وعصينا. يسمعون ولكن ليس سمع متابعة وسمع تدبر وفهم، لأن الإنسان إذا استمع ويريد الطاعة والامتثال سيسمع بنية العمل، ولا يسمع بنية الثقافة أو المعلومات أو أدين الواجب. لا، أنا أسمع لأنني مكلف، سأقف بين يدي الله يوم القيامة، ماذا سمعت؟ سمعت كذا وكذا وكذا. ماذا عملت بما سمعت؟ والله يا رب أنا استمتعت بالمجلس وبالحديث، ولكن ما كنت على العمل. أصبح ما سمعته حجة علي. يسأل يوم القيامة الإنسان عن أربع أمور لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. ما قالش يسأل عن العلم، لا، عن علمه هو. أنا لا أسأل عن كل العلم، ولكن علمي أنا الذي تعلمته وسمعته، أنا مطالب بشيئين بعد العلم: العمل والدعوة. لذلك الإنسان يصبح عند الله أمة من خيرة هذه الأمة وصفوتها إذا اجتمع فيه ثلاث صفات: أن يكون عالما بدينه، عاملا به، داعيا إليه. هذا هو عند الله الأمة، الرجل الذي جمع صفات الخير كلها: يتعلم دينه، ويعمل بدينه، ويدعو إلى دينه. هذا جمع صفات الخير وخصال الخير كلها. لذلك المسلم لا يقنع بدرجة واحدة من الإيمان يقول: الحمد لله أننا وصلت لهذا المستوى، بس نسأل الله يرزقنا الموت على هذا. قال: لا،